ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، آمين يا رب العالمين. الأخوة والأخوات الأعزاء في كل مكان، أثرت الحديث باللغة العربية. صحيح أن الموضوع شأن كردي، لكن لهذا الشأن وللموضوع تبعات تتعلق بانزلاق رجال الدين نحو متاهات السياسة ونحو المنافع السياسية، وكيف يطوع رجل الدين في خدمة الجهات والأحزاب والأنظمة السياسية. ولأن في ميزان المحاججة مع رجال الدين سواء الشيعة والسنة، أهل السنة والجماعة بمختلف تنويعاتهم المذهبية، وسواء كانوا صوفية، طرائقهم صوفية، هنالك يعني المرجع الأبرز هو كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك سأختصر يعني الأدلة والحجج والبراهين في هذا الخصوص التي تدعم وجهة نظري أو وجهة نظري بالعشرات، لكن سأقتصد في الكلام فيما يتعلق بإبراز الحجج أو الأسانيد من القرآن والسنة على آيتين وحديثين. الآية الأولى: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. سورة النحل الآية 125. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفئ إلى أمر الله، فإن فاءت فاصلحوا بينهما بالعدل واقسطوا، إن الله يحب المقسطين. سورة الحجرات الآية رقم 9. أما في الحديث الوارد عن النبي: المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، يعني حديث صحيح رواه البخاري ومسلم. الحديث الأهم أو مهم، هو أيضا حديث مهم وليس الأهم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. هذه مرجعيتي فيما سيأتي من كلام أرد به على سماحة الشيخ محمد مرشد معشوق الخزنوي، أو الدكتور مرشد معشوق الخزنوي دام ظله. قبل أيام نشرت على صفحتي في الفيسبوك منشورا أتناول فيه يعني حدثا أزعم بأنه تطاول على التاريخ وتطاول على طريق النقشبندية الصوفية وتطاول على العائلة البارزانية، وطالبت في هذا المنشور الشيخ مرشد الخزنوي
بالرد على هذه التصريحات. التصريحات كانت لآلدار خليل القيادي في الاتحاد، حزب الاتحاد الديمقراطي، الذي يزعم بأنه لا توجد أي صلة عضوية بينه وبين حزب العمال الكردستاني. يعني المنشور موجود على صفحتي، منشور، وستجدون أسفل هذا الفيديو الرابط، ولم أغير فيه شيئا، لكن سأعيد قراءة هذا المنشور عليكم، وهو عبارة عن يعني 160 كلمة، يعني أقل من 200 كلمة أقل، لكي تكونوا على بينة. سأقرأ متن المنشور، ولاحقا سأتناول رد الدكتور مرشد الخزنوي على مضمون هذا المنشور. العنوان كان صمت مشتبه به. إن صمت الشيخ مرشد الخزنوي على تصريحات وتخرصات آلدار خليل الأخيرة التي نال فيها من الطريقة النقشبندية، في ظني وتقديري هذا الصمت أمر معيب وغريب. ذلك أن مشيخة آل الخزنوي صوفية نقشبندية الطريقة، فإذا كان الإنجليز، وهذا تصريح آلدار خليل، فإذا كان الإنجليز هم من صنعوا أو دعموا هذه الطريقة الصوفية وأبرزوا آل بارزاني بالتزامن مع إنشاء دولة إسرائيل على حد زعم آلدار خليل، على حد زعم خليل، فآل الخزنوي أيضا يصبحون ضمن دائرة الاتهامات الغبية، وأقصد بها تصريحات آلدار خليل. من جانبي أنا رديت على آلدار خليل باللغة الكردية في فيديو مطول، يعني بحدود ساعة ونص أقل أو أكثر، رديت على تصريحات آلدار خليل باللغة الكردية، وأطالب الشيخ مرشد الخزنوي بأن يبين لنا رأيه وموقفه من تلك التصريحات على أكثر من صعيد. يعني من جانبي أنا رديت على تلك ردي رددت على تلك التصريحات البلهاء، ولست من أتباع أي طريقة صوفية أو سياسية، بينما الشيخ مرشد الذي يتودد إلى الجماعة الأبوتشية بتهافت لما يزل ملتزما الصمت، أقله يفترض به يعني في الحد الأدنى وأضعف الإيمان يفترض به الرد على آلدار والدفاع عن تاريخ طريقته وطريقة أجداده، والقول المباشر لآلدار: لا تجعل من حقدك على كردستان العراق وآل البرزاني يدفعك إلى تزوير الحقائق يا جاهل. يعني أنا أطالب الشيخ مرشد بالوقوف في وجه هذه التصريحات، ويعني هذا كلامي. نقطة أخرى أود لفت عناية سماحة الشيخ مرشد إليها، وهي كتب الصاروخ النووي، أقصد بها عبد الله أوجلان، وكلمة النووي تحريف للنتوي أو القومي. الصاروخ النووي، القائد النووي عبد الله أوجلان، كتبه مليئة باستهداف الطرق الصوفية والنقشبندية على وجه الخصوص، وكيل المدائح للشيعة والعلويين وحسن الصباح. وإذا نجح الشيخ مرشد في الرد على آلدار خليل، فهو مطالب بالرد على أوجلان أيضا. نقطة، انتهى المنشور. كما ذكرت لكم، يعني المنشور يعني لا يزيد، لا هو بالضبط 169 كلمة، 169 كلمة، هذا منشوري. وأتت
مقالة الرد، وسترون الرابط أسفل هذا الفيديو، مقالة الرد الشيخ مرشد الخزنوي منشورة على صفحة مؤسسة معشوق الخزنوي للحوار، ويعني الحوار الإسلامي. ستجدون الرابط والمقال تفصيليا. لماذا رد؟ رد بمقالة مطولة عدد كلماتها 5606 كلمات. هذه مقالة رد الشيخ مرشد الخزنوي على بوست هوشانغوس، اللي هو عبارة عن 169 كلمة، 170 كلمة، مش مشكلة. فالشيخ مرشد دام ظله، ومن عليه الله تعالى بالسعادة والسلام والصحة الدائمة، وتمنى له يعني موفور العلم والمعرفة لكي يغدق علينا هذه التحف. ماذا كتب؟ كتب هذا المقال في الجزء الأول، في حدود 1295، 95 كلمة، 1300 كلمة، مش مشكلة، تتعلق بالموضوع في الحديث عن البوست آلدار خليل وتصريحات آلدار خليل وما طالبته شيخ مرشد به، ويرد عليه ويرد على آلدار أيضا، لكن يرد عليه أكثر من ما يرد على آلدار. يرد على آلدار بالاحترام، يخطئه، لكن باحترام وحذر شديد، لأنه آلدار لديه سلطة. آلدار بإمكانه أن يوصد الباب، أو آلدار ومن يقف وراء آلدار يوصد في وجهه الباب، باب روجافا. ويعني أنا ليس في يدي أي سلطة أو أي شيء يعني ينتفع به الشيخ مرشد وغير الشيخ مرشد، يعني رجال دين أو رجال سياسة أو رجال ثقافة، أنا مسؤول عن وجهة نظري لا أكثر ولا أقل، أمام الناس وأمام الله وأمام التاريخ. رد الشيخ شيخ مرشد ردا عرمرما طويلا مطولا، ويعني وستجدون الرابط أسفل هذا الفيديو. ماذا قال في هذا الرد؟ سأحاول أيضا يعني إيراد بعض لكي لأنه الناس ستترك الفيديو وتذهب تراجع الروابط والمصادر، ربما يكون الأمر متعبا. سأحاول أن أقرأ عليكم بعض التفاصيل من هذا الرد. العنوان: آلدار خليل والنقشبندية والبارزانية والديمقراطي الكردستاني. آلدار خليل شخص معطوف على يعني طريقة النقشبندية، طريقة صوفية سنية، والبارزانية منهج سياسي كردي وخليط من القومي والديني، والديمقراطي الكردستاني حزب سياسي. هذا هو التيتل، هذا هو المانشيت، هذا هو العنوان العريض للرد. آلدار خليل والنقشبندية والبارزانية الديمقراطي، هذه الديمقراطي الكردستاني معطوفة على بعضها، مستهلها آلدار خليل معطوف عليها، الطريقة النقشبندية ثم البارزانية ثم الديمقراطي الكردستاني، يعني أربعة أشياء وثلاثة أحرف عطف. طبعا الرد منشور في 6 أبريل 2004. الدكتور مرشد معشوق الخزنوي، توقيع المقال: في مستهل المقال ذكر تنبيه أو تنويه، ماذا قال فيه؟
كن منصفا إن لم تستطع قراءة المقالة كاملة فاخرج الآن ولا تقرأ منها شيئا. كن منصفا يعني بفعل الأمر، ويعني يا إما هذا أو ذاك، يعني صيغة ليس تنويها أيضا إنما تنبيه، مذكور تنبيه، كن منصفا إن لم تستطع يعني قراءة المقال كاملة كاملة. طبعا أنا ذكرت أنه 1300 كلمة تتعلق بالرد، وما تبقى من الكلام 4000 وأكثر من 300 كلمة هي في وجهة نظر وموقف الدكتور مرشد الخزنوي من الصوفية ومن التصوف ومن النقشبندية، وأنا لم أطالبه البت بذكر موقفي. لا يوجد أي سؤال في متن المنشور منشوري أطالبه به يعني ما موقفه وما رده، وهل ما زال نقشبنديا أم لا، هل هو ما زال يعني يتبع طريقة أجداده شيوخ آل الخزنوي أم لا. هذا الموضوع لم أتطرق له نهائيا في معروض منشوري المقتضب القصير اللي هو عبارة عن 170 كلمة فقط، لكنه رد يعني لكي يبين لنا بأكثر من 4000 كلمة في هذا الخصوص. كن منصف، أنا التزمت، أنا التزمت بكن، التزمت بفعل الأمر، سأحاول قدر استطاعتي أن أكون منصفا في الفيديو وفي الرد. وقت يعني قرأت المقالة كاملة، رغم أنه الجزء الثاني الطويل من المقالة لم يأتيني بجديد، لأنه أنا قاري ما هو التصوف، ما بقى يعني أنا بقى يعني لعلم الدكتور الخزنمي وهو يعلم ذلك، يعني الناس يظهر عليها يعني هل هي مطلعة يعني بقدر لا بأس به حول موضوع معين أم لا. أنا عندما أتحدث عن شأن معين سواء كان ثقافيا أو سياسيا، يعني في الحد المقبول أكون مالئا يدي من هذا الموضوع، لا ألقي الكلام هكذا جزافا على عواهنه خبط عشواء، إنما يعني أعي وأكون ملم بهذا الموضوع، ولست يعني في مقام الامتحان لكي يمتحنني الدكتور مرشد كي أبرز له كمية وعناوين الكتب التي قرأتها من كتب التراث الإسلامي سواء الشيعي والسني والصوفية والطرق كل التفاصيل التي تتعلق بالتاريخ الإسلامي إلى حد مقبول. أنا مطلع حول الموضوع، وبالتالي رأيه في النقشبندية والصوفية يمكن أن يختصره بجملة، يعني أنا لست نقشبنديا، أنا لست على مذهب آبائي وأجدادي، أنا يعني الطرق الصوفية ما وافق القرآن والسنة أنا معه، وما يعني لم يوافقه ألقي به عرض الحائط وانتهى الموضوع، لا ليس بحاجة إلى 4000 كلمة. ومع ذلك قرأت الدراسة يعني أو المقالة المطولة يعني من ألفها إلى يائها، من عنوانها إلى خاتمتها، من التنبيه كن إلى الخاتمة سآتي على ذكرها الآن وأقولها لكم. وماذا انسجام المتن يعني وتتابع الأفكار والخاتمة مع العنوان؟ إذا ذكرت لكم العنوان آلدار خليل والنقشبندية والبارزانية وديمقراطي الكردستاني، التنويه أكرره مرة أخرى للسادة القراء، وأنا التزمت بهذا التنويه، كن منصفا إن لم تستطع قراءة المقالة كاملة فاخرج الآن ولا تقرأ منها شيئا. يعني بصيغة الأمر يا إما كل المقالة أو لا تقرأها في جزئيات مقدمة. يعني أتمنى أن تكونوا يعني مركزين في
في هذا الكلام أنه ليس يعني غامض بحاجة إلى تأويلات، لا، كلام واضح وصريح. في لقاء مطول لمركز روجافا للدراسات المقدمة، في لقاء مطول لمركز روجافا للدراسات الاستراتيجية مع عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي الأستاذ ألدار خليل، تحدث فيه عن الدور البريطاني في كردستان الكبرى. لا، مش صحيح. يعني مش في كردستان الكبرى، في كردستان، يعني مستخلصا في النهاية. واللي بده يرجع لآلدار خليل وحديث آلدار خليل بإمكانه يرجع، مستخلصا في النهاية أن الطريقة النقشبندية والحزب الديمقراطي الكردستاني وبروز نجم العائلة البارزانية للمشهد السياسي الكردستاني صنيعة بريطانية. صحيح، آلدار هيك حكى، مختتما بأن العائلة البارزانية والحزب الديمقراطي الكردستاني تحمل مشروعا يقمع أي تحرر كردستاني. أنا لماذا أتيت بحديث المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه؟ وفق هذا الحديث النبوي الصحيح، هل آل دار خليل شرعا ووفق يعني فهم الدكتور مشرف الخزنوي، عندما يتطاول شخص يعني بلسانه على حقيقة تاريخية، فما ما الحكم في هذا الخصوص، الحكم الديني الشرعي في شخص يتطاول على تاريخ شعب، على قيادة شعب، على وبدون سند، يا ليته أتى بسند وبرهان ضاحد يعني مفند مخرس، يعني بدون سند هكذا لم يسلم النقشبندية وأتباع النقشبندية صالحهم وطالحهم من هذه التهمة، من هذه السبة على أن البريطانيين هم الذين صنعوهم، وآل البرزاني أيضا، وهم من هم في التاريخ الكردي وضمن الطريقة النقشبندية والحزب الديمقراطي الكردستاني كتنظيم وتكوين سياسي كردي له نضال وله شهداء وله ما له من تاريخ نضالي عريق، من شخص يتطاول عليهم بدون سند بلسانه. طبعا ألدار خليل تأذى المسلمون من يده، من يده يعني مش بس من لسانه، من يده ولسانه. يعني هذا يعني أسباب التي دفعتني لاختيار الأحاديث والآيات، ستكون يعني بكل تأكيد لها علاقة بما أقوله وما أرد به على الشيخ مرشد. طبعا هي مقدمة المقالة. أولا الدكتاتورية المجتمعية، اللوبي الشعبي بين قوسين. للأسف هذا ما نعاني منه، بالرغم من أنني لست معنيا بالرد، لست معنيا بالرد سلبا أو إيجابا على السيد آل دار خليل، ولا الطريقة النقشبندية ولا الديمقراطي الكردستاني، كما أنني لست معنيا بالدفاع عن نظرية المؤامرة التي يروج لها السيد آل دار خليل، وهو وجه سياسي معروف في منظومة حزب العمال الكردستاني. كلام مين؟ كلام الشيخ مرشد معشوق الخزنوي، يصف آلدار خليل بأنه وجه معروف في منظومة العمال الكردستاني. هاي أيضا شهادة بأنه الشيخ مرشد لا يحسب آلدار خليل على الاتحاد الديمقراطي، إنما على العمال الكردستاني. لا أعلم، يعني أتمنى ألا تكون يعني زلة لسان يعني أو سهو الخاطر، إنما هو يعني ما يقول وعند هذا الكلام، ومستعد للدفاع عن وجهة نظري أنه نعم آل دار خليل لا علاقة له بالاتحاد الديمقراطي، من كل الكلام الذي يصدر عنه
إنما هو وجه معروف، مش بس وجه، وحضو معروف وقيادي معروف ضمن منظومة حزب العمال الكردستاني. لكن التهرب من تهرب الشيخ مرشد منه ليس معنيا بالرد سلبا أو إيجابا على السيد آل دار خليل، ولا الطريقة ولا الحزب الديمقراطي. لا، أنت معني ومجبر شرعا، مجبر شرعا. وسندي في ذلك الحديث النبوي الشريف: من رأى منكم منكرا، من يقلب الحقيقة، ومن أسماء الله الحسنى الحق، من يقلب الحق باطلا ويزور في التاريخ بدون سند، بدون سند، فأنت كرجل دين يعني في طليعة الذين أولى بهم تصحيح هذا المنكر بيده. ما أنت لا تستطيع بيدك، ليس لديك سلطة تحاكم بها آل دار خليل وتجره للمحاكم وتطالبه بإبراز أسانيده على هذه الاتهامات التاريخية والمهمة، وأنه من يفتري على التاريخ ويفتري على الأحداث ويفتري على الأشخاص ينبغي أن يحاكم أمام القانون الوضعي والقانون الشرعي. أنت مطالب أن تصحح هذا المنكر، وهو منكر، وهو منكر. الأمور اللي من في هذا الدرجة من الاتهام، أمور يعني أمور أنا في تقديري هي منكرة، وينبغي أن تكون في طليعة ومقدمة الذين يحاسبون ويطالبون بمحاسبة آل درخ. أنت ليست لديك سلطة لا دينية، لا مجالس شرعية، لا سلطة قضائية، لكن بلسانك ينبغي أن تحاسب. مش بس أنت يعني، المثقفين، السياسيين، المتنورين ينبغي أن يكون لهم موقف واضح وحازم حيال هذا التطاول، وإلا يعني لتحول الطارئ إلى آبد، وتحول المنكر إلى حق، وإلى يعني تحول الباطل إلى حق. إذا أنت لست معني بالرد على آل دار خليل، إذا من المعني؟ أنت رجل دين، يعني المنكر ليس فقط في ما يتعلق في أمور الحياة، أنت معني بأمور الحياة. وطيب، لا تستطيع بلسانك أن ترد، قل أنني لا أستطيع الرد بلساني، عاجز عن الرد بلساني على آل دار خليل، ويعني لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ربي سامحني فيها أمام ضعفي وأمام عجزي وقلة حيلتي، ويعني أضعف الإيمان أن لا أسير في ركب آل دار خليل، إنما أنت تسير في ركبه أيضا، وتظهر يعني في وتمدح سلطة آل دار خليل أيضا. نعم دكتور مرشد، مع الأسف الشديد أنت تسير في هذا الركب، وأنت وربما هذا هو سبب العجز بطريقة أو بأخرى. إنما لا تقل لي لست معنيا لا، يعني لا، أنت معني، يعني على أكثر من صعيد، كرجل دين، كداعية، ك يعني شخصية عامة، كمشتغل في السياسة، وأنت اشتغلت في السياسة يعني في يعني أكثر من صعيد، ومؤخرا دخلت في قضايا إعلامية وبرامج إعلامية على قنوات حزب العمال الكردستاني. أنت معني إما أن تدافع عن آل دار خليل من اتهاماتي الباطلة بين قوسين، والتي لا تستند على أسانيد وعلى ثقافة وعلى معرفة وعلى دراية، إما أن تكون محامي دفاع أصيل ورصين وقوي عن آل دار خليل، أو إما أن تكون مدافع قوي ورصين للحق والحقيقة التاريخية المتداولة المعروفة، أنه كلام آل دار خليل كذب، وأنت تقول أنه يعني تخطئه. سأقول لك إذن، يعني أنت مجبر يعني
بسلطة الشرع، بسلطة العمام التي ترتديه، والجلباب الذي ترتديه، والصفة الدينية التي تقدم نفسك بها. أنت مجبر بأمر من الله، بأمر من رسوله. وأن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى قاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وجماعة آل دار خليل وحزب آل دار خليل منذ النشأة وحتى الآن هي الفئة الباغية، وأنت تذهب وتمدح هذه الفئة الباغية، ومع الأسف الشديد تسير في ركب هذه الفئة الباغية يعني. وأنا أعني ما أقول، وبإمكاني أن أبرز لك الأسانيد كيف هي الفئة الباغية في الوسط الكردي. المهم لنعود إلى المقدمة، أقول بالرغم من أنني غير معني بالدفاع ولا بالرد عن أي من الأسماء المذكورة أعلى، لأنني ببساطة لست صوفيا ولا نقشبندية ولا منتميا للحزب الديمقراطي. أنا لست منتميا للحزب الديمقراطي الكردستاني، كنت مع العمال الكردستاني، ولكن لست منتميا لا لطرق صوفية. لكن عندما أرى منكرا أقول لا، هذا منكر. سأرد لك شيئا دكتور مرشد والناس تعلم، أنا قاطعت قناة أوريانت عندما كانت في الإمار في الإمارات، لأنه يعني الفجور في الخصومة. يعني أنا لدي خصومة مع حزب العمال الكردستاني، هذه الخصومة لا ولن تدعني أو تدفعني نحو فبركة ما يعزز هذه الخصومة. مثلا أنا رديت على قناة أورينت وسأبقى أرد، أنه والله عبد الله أوجلان علوي، والعزف حول هذا الموضوع. لا، عبد الله أوجلان ليس علويا كانتماء، ثم أمه عويش أو عويش عائشة، وأبوه عمر، وأخوه عثمان، لكنه خضع تحت التأثير العلوي والشيعي في دمشق، ولما يزل في ذلك. ولكي تعلم انه مذهب حسن الصباح وكتاب قلعة ألاموت كان يدرس لكوادر حزب العمال الكردستاني. استاذ دكتور مرشد الخزنوي كان يدرس، الكوادر القدامى في الحزب يعلمون ذلك. آل دار خليل نفسه تلقى دروسا كيف تصبح مقاتلا اصيلا ومنتميا لحزب العمال الكردستاني، مماثلا لمقاتلي حسن الصباح. تلك الطاعة العمياء كانت موجودة في هذا الموضوع. مقصدي أنه أنا لدي خصومة مع حزب العدالة والتنمية، لكن أرفض الافتراء على حزب العدالة والتنمية في أمور يعني فبركة الأكاذيب واختلاق الأكاذيب. يعني أنا عندما أقول أنه هذا الأمر غير صحيح، حزب العدالة والتنمية لم يقترف هذا الشيء مثلا، يعني هل أنا أدافع عن حزب العدالة والتنمية؟ لا، خصومتي مع هذا الحزب، مع النظام التركي قائمة إلى زوال الأسباب، لكنني لا أسمح لنفسي ولك ولآل دار خليل أن يفتروا على الحقائق، أن يضللوا الناس بالأكاذيب بحجة أنه هذا هو عدو، وكل ما يعني العداوة شرع أن نقول حتى الأكاذيب على العدو. مش صحيح، مش صحيح. فإذا أنا ذكرت لك أنه مسألة أنه الدفاع عن ليس بالضرورة أن تكون عضوا في حزب العمال الكردستاني لكي تضل. دافع عن حزب العمال الكردستاني بالحق، بالحق، هذا واجبك. أنت عندما تجد هوشانغ أوسي يفتري ولا يبرز قرائنه وأسانيده وأدلته، دافع. هذا يعني واجب عليك بالضرورة للحفاظ على المجتمع، للسلم الأهلي، لأنه هونشانغ يضلل، أسانيده ضعيفة لأسباب 1 2 3 4.
أنت مجبر للدفاع، مش بالضرورة أن تكون، يعني أنت هنا تدافع عن الحق والحقيقة، ليس بوصفك مدافعا عن شخص أو عن مؤسسة أو عن جهة معينة، بالرغم من أنني غير معني بالدفاع ولا بالرد عن أي من الأسماء المذكورة أعلاء، لأنني ببساطة لست صوفيا ولا نقشبنديا ولا منتميا للحزب الديمقراطي ولا لحزب العمال الكردستاني، وأن الأمر لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد. أنت ليش خايف؟ الأمر يعنيك من قريب ومن بعيد، من الجهتين. الأمر يعنيك بوصفك كرديا، الأمر يعنيك بوصفك مسلما وداعية وشيخ، والأمر يعني بوصفك إنسانا، يعني من بعيد إنسان عادي كردي، مواطن عادي كأي من المواطنين الكرد العاديين. فالموضوع له علاقة قاصرة قوية شديدة الصلة بك من بعيد ومن قريب. لماذا هذا النفي والتردد والخوف من مسألة الرد؟ الأمر لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد، إلا أنه للأسف الشديد أتعرض على الدوام للوبي الشعبي الذي يريد أن يجبرني على قول ما يريده هو، اللوبي، وتأييد ما يفعله هو، اللوبي. يعني مين اللوبي؟ يعني من الذي طالب شيخ مرشد بإبداء موقفه من آل دار خليل وتصريحات آل دار خليل؟ اللوبي غوشان. لا يوجد، يعني الناس تعلم والناس على دراية فيما يتعلق بالسوشيال ميديا وكذا. الوحيد الذي حرك هذا السؤال فيما يتعلق بالشيخ مرشد الخزنوي وأنا، إن كان هنالك أشخاص آخرين طالبوا نفس هذه المطالب فأهلا وسهلا، لكن لا علم لدي في هذا الخصوص. المهم، يعني هو يغمز ويلمز ويلمح ولا يحكي صراحة. أنا عندما أتوجه إليه لا ترهبني عمامته وأحترمها، لكنها لا ترهبني. جلباب المشيخة أحترمه، لكن لن يعني يخيفني أو يجعلني عاجزا عن المحاجدة والدخول في سجال مع الشيخ مرشد. لا لا لا، لا العمامة ولا الجلباب ولا التوصيف الديني. وأتحدث إليه يعني بندية ومن مصادره ومن المصادر الدينية بمفردات يفقهها من قاموسه الشرعي، فأنا قادر على المحاججة والمصارحة والمواجهة وجها لوجه وبندية، يعني ولا أغمز ولا ألمز ولا أقول هنالك بعض من يشنبرون لنا نحن نشنبرون لهم، من قبيل المداعبة أقول، يعني لا لا، أنا أشير بصريح العبارة سابقا وحاليا وإلى يعني آخر لحظة فيما يتعلق بالسجالات الثقافية والسياسية. وفي هذا ومن ضمن هذا السجال أيضا أنا لدي القدرة على المواجهة والمصارحة والمجابهة، ومن لديه أسانيد وأدلة تثبت بأنني على خطأ أهلا وسهلا أضعه وأسانيده على رأسي وأعتذر منه، وأعتذر منه يعني أيا يكن. يؤكد وأن الأمر لا يعنيني لا من قريب ولا من بعيد، إلا أن للأسف الشديد أتعرض على دوام من اللوبي الشعبي الذي يريد أن يجبرني على قول ما يريده هو وتأييد ما يفعله هو. وللأسف هذا اللوبي الشعبي فيه من يدعي الثقافة والعلم والسياسة، ومع ذلك ينتهك حقي في التفرج والسكوت ويجبرني من خلال التشهير بي على الحديث في موضوع
لا يعني، لا من قريب لا يعنيني، لا من قريب ولا من بعيد. بالله عليكم، أنتم قرأتم أو قرأت لكم معروض منشوري في الفيسبوك، هل كان فيه شيء من التشهير؟ إذا قال الناس، أجمع الناس على أنه نعم كان فيه شيء من التشهير، فأنا مستعد لكي أعتذر من الدكتور مرشد الخزنوي. هذا الكلام في معروض الدكتور مرشد الخزنوي، إلى أي درجة، إلى أي درجة هذا الكلام يعني منسجم، أي درجة هذا الكلام منسجم مع قوله تعالى في سورة النحل الآية 125: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. يا دكتور مرشد، يعني هل قدر من الانتقاص والتعامل بإسفاف مع من ينتقدك، على أنه هذا اللوب الشعبي فيه من يدعي الثقافة والعلم والسياسة، ومع ذلك ينتهك هذا الذي يدعم الثقافة والعلم، أنت تجردهم من الثقافة ومن العلم ومن السياسة، وتتهمه إنهم ينتهكون حقك في التفرج والسكوت، ويجبرونك يعني ويجبرونني من خلال التشهير انه هل اللوبي الشعبي هؤلاء يشهر يعني بهذه الطريقة. هذا المستوى من الخطاب إلى أي درجة منسجم مع الآية المذكورة من سورة النحل، ومع حديث النبوي: المسلم من سلم المسلمون من يده ومن لسانه. يدك يعني لم تستطع أو تطاول من انتقدك، لكن لسانك مع الأسف الشديد وبقرينة هذا النص طاولهم بأن جردهم من العلم ومن الثقافة ومن السياسة، وأنهم ينتهكون حقك في التفرج. يا دكتور مرشد، هل أنت من الناس الذين يستحقون أن أقول لك الساكت عن الحق شيطان أخرس؟ أنا أرعب بنفسي عن توجيه هذا الكلام لك. من يقول، من يود أن يوجه ناظريك إلى الحق بإصبعه: لا تلعن تلك الإصبع، لا تدعي عليها بالكسر، ولا تجردها من الثقافة والعلم والسياسة والحس الإنساني على أنها تشحر بك. أي تشهير، أي تشهير عندما نقول لك أن هنالك خطف للقاصرات للأطفال، هل استخدمت عقلك وعلمك ومعرفتك وجرأتك في مواجهة تلك السلطات التي تختطف أطفال الكرد؟ عندما نقول لك أن هنالك من قضى تحت التعذيب، مثل ما قضى والدك تحت التعذيب في سجون النظام السوري، هنالك كرد قضوا تحت التعذيب في سجون آل دار خليل والطريقة الأوجلانية الصوفية المقيتة، هنالك من قضوا من الكرد، هل في هذا تشهير لك؟ نحن نطالبك بإبداء الموقف في هذا الخصوص. قل أنا عاجز، ووقتها الناس ستعرف أنه ولن يكلفوك يعني فوق استطاعتك، فوق قدرتك، فوق طاقتك. لا، الرجل قال أنه لا أستطيع، خلاص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إنما تجرد الناس من الثقافة والعلم والسياسة، طيب أهلا وسهلا، أهلا. وأنا الآن
يعني ممن تصفهم باللوب الشعبي اللي يعني عديمي الثقافة والسياسة، وأرد عليك يعني بالحجة وال يعني القول الحسن لا أعظك بالحجة، أنا لست بواعظ، لكن في مقدوري واستطاعتي أن أرد عليك. يا ليتك أتيت بحجة، هي ليست حجة، إنما أيضا ضرب من ضروب البهتان والباطل أن تصف منتقديك بهذا الوصف. أيا يكن مش مشكل، يعني التفرج يعني حقه في التفرج. يعني هذا عندما ترى بنات قُصّر وأطفال أحداث يساقون إلى العسكر والتسليح ويختطفون، هذا لا يعني هذا ليس لا تمتلك الحق في التفرج على هذا المشهد. أنت رجل دين، أنت لديك مسؤوليات، مسؤوليات دينية وشرعية وأخلاقية، بأنه أن يكون صوتك أعلى من صوت تلك البنادق التي تختطف هؤلاء الأطفال، صوتك أن يكون أعلى من يختطف آزاد دورسن وبهزاد دورسن وأقارب بهزاد دورسن، صوتك ينبغي أن يكون أعلى من قتل أمير حامد تحت التعذيب في سجون جماعة آل دار خليل، الجماعة القنديلية اللي تذهب وتجالسهم وتصافحهم وتغدق عليهم المدائح المرشدية، يعني بين قوسين، يعني ينبغي أن يكون صوتك عاليا. هذا ليس، نحن لا نمتلك ترف التفرج والصمت على ما يجري من السلطة. نتحدث نعم ضد السلطة التركية الغاشمة، نعم ننتقدها ونعريها، ضد سلطة آل الأسد نعم ننتقدها ونعريها، لكن ضد سلطة حزب العمال الكردستاني تلتزم الصمت وتتفرج؟ حقك في التفرج؟ لا، هذا الحق سيكون مسار انتقاد وهذا ليس حق. فالساكت عن الحق، حق السكوت عن الحق ليس بحق، حق السكوت عن الحق يعني شراكة في الباطل. واضح كلامي؟ يعني أنا أتكلم بلغة عربية فصيحة قدر المستطاع، حق السكوت عن الحق شراكة في الباطل، قولا واحدا. لا يعنيني هؤلاء يدعون الثقافة ويدعون للمعرفة بالسياسة ويدافعون، يعني هو يرد علي، لا يرد على ألدار خليل، مش مشكلة، أهلا وسهلا، يا ليته كان ردا قويا شكيما يعني جميل الكياسة، مسبوكا بطريقة يعني تنم عن لن أجرده لكن في الردود يعني أميل وأفضل تلك الردود القوية المفحمة، أما الردود المهزوزة الركيكة يعني كيف يستقيم مقام الدكتور مرشد الخزنوي مع هذا الرد الذي لا ينسجم لا مع الحديث النبوي ومع القول الإلهي في القرآن الكريم؟ ويدافعون هؤلاء الذين يدعون الثقافة والمعرفة ويدافعون عن حقوق الحيوانات فضلا عن الإنسان، لكنهم لا يسمحون لي من باب الحرية الشخصية أن لا أقحم نفسي فيما لا أريد أنا، وفيما لا يهمني أنا، وفيما لا أقتنع به أنا. هل الثلاث أنوات هي على رأسي وعيني؟ لكنك أقحمت نفسك سابقا وناصرت طرفا ضد طرف، والفيديو موجود على السوشيال ميديا عندما دافعت عن البيدا واليبجا واليبجا وهاجمت الأنكسة. ماذا يعني تلك المواقف؟ وأنت دخلت السياسة من باب المجلس الوطني الكردي وحضرت مؤتمر القاهرة في تقديري بدعم من المجلس، ليس بدعم من البيادة. يعني
دخولك عالم السياسة الكردية بطريقة أو بأخرى كان من باب المجلس الوطني الكردي الأنكسة الذي تواجهه وتهاجمه حاليا. أنت يعني متورط في هذه العملية، لا تقل أن يعني بعد كل هذه السنوات وكل هذه المتابعات أنت تريد أن تقنعني بأنه لا علاقة لك بالسياسة، وأنه يعني انتقاد سلطة الإدارة الذاتية الديمقراطية النووية العظمى يعني شأن لا علاقة لك به، لا تريده ولا يهمك ولا تقتنع به. وفي الإعلام الأبوشي تكيل المدائح لهذه السلطة، مع وجود بعض النواقص هنا وهنا، هنالك جرائم وليس نواقص دكتور مرشد، هذه جرائم، وجرائم حرب، وجرائم حرب لا تسقط بالتقادم. تجنيد الأطفال، جعل القرى والمدن متاريس، حفر الأنفاق تحت مدارس ابتدائية، حفر الأنفاق العسكرية تحت المستشفيات. أنت ذهبت ورأيت بأم أعينك ما على السطح وما تحت الأرض بطريقة وبأخرى. ينبغي أن تكون يعني أنت نجل الشيخ الشهيد معشوق الخزنوي. ترى لو أتى معشوق الخزنوي الآن ورأى سلوكك ومدى تهافتك وطريقتك في المحاججة والردود على الانتقادات، ماذا قال لك؟ ماذا سيقول لك؟ هو في مقام يعني مع الشهداء والصالحين إن شاء الله، يرى حالك وما أنت فيه الآن. والقول للدكتور مرشد هنا يظهر كمية الخداع الذي يمارسونه، مستمر في تهجمه على من طالبه بالخروج عن صمته، ويقول هذا حق شخصي أن أتفرج والسكوت هذا حقي، وكأنه أي شخص عادي من عامة الناس. لا، عندما تمدح سلطة ما هذا حقك في الكلام وإعلاء الصوت، عندما تنتقد سلطة ما هذا حقك، لكن عندما تأتي ويطالبك البعض بإبداء الموقف والرأي والمجاهرة، أنت مع أم ضد؟ تأتي وتقول لا حقي في السكوت وهذا خيار شخصي، مش مشكلة. هنا يظهر كمية الخداع الذي يمارسونه على المجتمع، والكيل بمكيالين. لا، أنا عم كيل بمكيالين دكتور مرشد، بكل ما يعني تقدسه، أنا أكيل بمكيالين. ولا حضرتك؟ هل أنا أكيل بمكيالين أم أنت الذي تكيل ليس بمكيالين بل بعدة مكاييل؟ أنا أتيتك بسندي من القرآن والسنة الذي يطالبك والذي يجبرك، وبإمكاني الدخول في سجال واضح وبمناظرة مباشرة في كل هذه القضايا. أنا وصريح، وأنا أصفك بالاسم ولا أقول هنالك البعض الذين يمارسون الخداع ومن هذا الكلام العام اللي فيه تعميم لا يوجد فيه تخصيص. إن أردت مواجهتي فواجهني يعني وجها لوجه، فكرة بفكرة، كلمة بكلمة، حجة بحجة، وتوقف عن مسألة البعض يلمح والبعض كذا. هنا يظهر كمية الخداع الذي يمارسونه على المجتمع والكيل بمكيالين، عندما يجبرونني من خلال التشهير بي للحديث في شيء لا أريد الحديث عنه. طبعا تكرار، أكثر من مرة يكرر هذه الفكرة. يعني الشيخ مرشد بمقامه، مع احترامي لمقامه، بحاجة إلى كورس لكتابة المقال ومهارات الكتابة والبلاغة وعدم السقوط في تكرار العبارات والجمل. وخلاص أنت مرة قلت، لا ليس بحاجة يعني لأن تكرر مرة أخرى في متن مقالك.
ماذا يكمل؟ لا أريد الحديث عنه. فأنت تمارس الجبر والديكتاتورية. هون صار بيحكي بصيغة المفرد، المخاطب المفرد. فأنت تمارس الجبر والديكتاتورية والضغط والظلم، وليست لك أي علاقة بالحرية وبالعلم والثقافة والسياسة. طبعا الآن يتحدث بصيغة المفرد المخاطب، يعني سأعتبر نفسي والناس أحرار، يعني سيرون من يقصد. وبعض الأصدقاء أرسلوا لي الرابط، قالوا أنه يلمحنا، يعني واضح هذا الكلام. فأنت تمارس الجبر. نعم أنا أمارس الجبر، لأن الله تعالى يعني في قوله المحكم ويعني في محكم تنزيله يطالب رسوله ورجال الدين والمؤمنين والمسلمين بأن يقولوا قولة حق أمام سلطان جائر، أن يدافعوا عن الحق أمام الظلم. وهذه ليست ديكتاتورية، أنت حر. أنا لا ليس لدي عليك أي سلطان سوى الكلمة والرأي أبدا. آل دار خليل وسلطة آل دار خليل بإمكانهم أن يملوا عليك، وقد أملوا عليك. ما نفى أي ديكتاتورية وأي ضغط وأي ظلم. يعني أنت لماذا تستجيب للضغط وللظلم والديكتاتورية وترد عليه؟ أنا لو مكانك لا أستجيب، أنا لن أرد تحت الظلم والضغط والإكراه والديكتاتورية أبدا. لماذا تستجيب طالما تصف كل هذه المسائل؟ إذا أنت في معروض ردك علي استجبت للضغط والجبر والظلم، فأنا هذا يعني بأنك ضمنا تقول بأنك شخص ضعيف. استجبت استجابة لكل هذه الإكراهات كتبت هذا الرد. فأنت تمارس علي الجبر والديكتاتورية والضغط والظلم، وليس لك أي علاقة بالحرية والعلم وبالثقافة والسياسة. دكتور مرشد، يعني إن بحثت وتحريت وتقصيت وتأنيت في بحثي هذا عن مرجع أنال منه شهادة حسن سلوك ثقافي وعلمي ومعرفي وسياسي، لن تكون أنت. أتعلم لماذا؟ لأنك تساند الفئة الباغية الآن. ربما غدا لا أعلم لي، لا أعلم لي بما يخبئه الغد، ربما تفترق. أنا أيضا كنت في يوم من الأيام قبل 14 سنة، قبل 13 سنة مع هذه الفئة الباغية، وافترقت وانتقدت ولم ألتزم الصمت. الآن أنت مع هذه الفئة الباغية، لا أخلاقيا ولا دينيا ولا ثقافيا ولا معرفيا ولا سياسيا ولا أي شيء، لن تكون مرجعي ولن تكون الأستاذ الذي أتتلمذ على يديه وأحصل منه إجازة في العلم والثقافة والسياسة والأخلاق. واضح كلامي؟ واضح، وأقولها بملء الفم وملء القلب وملء العقل. وما أوتيت من العلم إلا قليلا. وهنا من باب الجبر الذي تعرضت له خلال الأيام الماضية من خلال التشهير، ويكرر نفس الفكرة، أبين وجهة نظري فيما ورد في حديث آل دار خليل. الآن وجهة نظره في حديث آل دار خليل. ثانيا، صناعة الديمقراطي الكردستاني وبروز البارزاني بريطانيا. لا أخفي ألمي وامتعاضي من تصريحات السيد آل دار خليل واتهامه بأنها خلقت بأجندات ضد التحرر القومي الكردستاني، لأنها تصريحات لا تفيد مجتمعنا الكردستاني إلا تشرذما.
يعني لا تزيد مجتمعاتنا، المهم لا تفيد الكاتبة هيك بها الصيغة والكاتبة، مش مشكلة. الحمد لله بأنك أبديت امتعاضك من هذه التصريحات، جيد. بعد كل هذا الهجوم علي وعلى منتقدي، أنت الآن ممتعض. الحمد لله، الحمد لله يا رب أن مرشد الخزنوي يبدي امتعاضه من تصريحات ألدار خليل. أما من الناحية التاريخية وكيف نشأ الحزب الديمقراطي الكردستاني، فهذا أمر لست في وارد الرد على السيد ألدار لا نفيا ولا إثباتا، فإنني لست من العائلة البرزانية، هذا ما له علاقة إن تكون من العائلة البرزانية أم لا. الموضوع لا، هنالك من العائلة البرزانية من هم جهلة، مش كل ملائكة، مش كل من انتسب لعائلة الملا مصطفى برزاني وملا مصطفى برزاني والشيخ أحمد البرزاني، لا، هنالك من هذه العائلة، من صلب هذه العائلة، من خان العائلة وارتمى في حضن النظام العراقي. مش كل عائلة البرزاني سابقا وحاليا، مش كل ملائكة، ومش شرط انك تدافع عن حقيقة تاريخية انه تكون عضو في هذه العائلة. مين اللي علمك هالاسلوب انه بالضرورة ان تدافع عن حزب العمال الكردستاني لازم تكون عضو في حزب العمال الكردستاني؟ لا، او تدافع عن الديمقراطي الكردستاني انت لازم تكون عضو في الديمقراطي الكردستاني؟ لا، في شيء اسمه شأن عام، في شيء اسمه معلومة عامة، في شيء اسمه حقيقة عامة، تاريخ، مش بالضرورة تكون يعني نقشبنديا لكي تدافع عن الأباطيل التي تطاول وتشوه الطريقة النقشبندية، لا، أو العلويين أو الشيعة. الاختلاف العقيدي أو الطرائقي شيء، والوقوف في وجه الباطل شيء آخر. الوقوف في وجه الباطل الذي يستهدفك، والذي يستهدف خصمك، والذي يستهدف الذي تختلف معه سياسيا وعقائديا ودينيا، هذا يعني الأساس. يعني أنا هكذا أفهم الإسلام، هكذا يعني أنصر أخاك أخي ظالما أو مظلوما، الحديث النبوي الشريف، هذا هو كيف أنصر أخاي ظالما بالأخذ على يده. أنت قديش بتأخذ على يد الأبوتشية وبتمنعهم عن ظلمهم؟ أنا عندما أنت الآن في مقام الظلم، أنت الذي تظلم نفسك وتظلم الآخرين وتظلم منتقديك بأن تشنع بهم وتصفهم بأنهم عديمي الثقافة والعلم والمعرفة والسياسة و ثلة من الجهلة يستهدفون مقام وعظمة علم ومعرفة الشيخ مرشد الخزنوي. مش صحيح هذا الكلام، ليس صحيحا وليس دقيقا وليس منصفا أيضا. يعني أما من الناحية التاريخية فأمر لست في وارد الرد على سيد ألدار خليل لا نفيا ولا إثباتا، لست من العائلة البرزانية ولا من منتسبي الحزب الديمقراطي الكردستاني، إضافة إلى أنني غير مطلع على حقيقة المسألة التاريخية علميا، إضافة إلى أن الحزب الديمقراطي الكردستاني ولا العائلة البرزانية ليس بحاجة إلى تصريح مني. شوي بيرطب المواضيع في وجه اتهامات ألدار، اتهامات في وجه اتهامات، واضح، يقول اتهامات السيد ألدار خليل، كما أنهم يمتلكون الإمكانيات الإعلامية حتى ولو امتلكوا العالم بأسره. يعني قولة الحق ينبغي أن تقال، لا تقول أنه والله عندهم 100 قناة تلفزيونية و2000 صحيفة و2000 مجلة وبإمكانهم، لا لا، أنت ترى يعني شيئا منكرا وباطلا، أنت يا الواجب الشرعي يملي عليك، الواجب الأخلاقي والواجب الثقافي والواجب العلمي يملي عليك القول بأن تقول أنه هذا اتهام وهذا اتهام باطل طالما عديم السند. كل هذه المبررات، فهذا الأمر لا يعنيني. شوفوا كيف يحاول تبرئة نفسه وموقفه من الصمت، هذا الأمر لا يعني. وبعدين بيجي بيحكي طالما لا يعنيك فلا ترد، لا ترد. وعندما أقول الأمر لا يعنيني لأنني في الأساس لا أعتب على وجود علاقة. يعني شوف المدخل السياسي الدبلوماسي
أنه أنا لا أعتب على وجود علاقة بين الديمقراطي الكردستاني مع بريطانيا وغيرها من الدول، كما لا أعتب على علاقة حزب العمال الكردستاني مع الأمريكان أو غيرها، ولا أعتب يعني هاي من عندي، ولا أعتب على علاقة حزب العمال الكردستاني مع الدولة الإيرانية، ولا أعتب على علاقة حزب العمال الكردستاني مع النظام السوري، هاي من عندي طبعا مش مذكورة هون، ولا يجوز أن يذكرها هنا، لأنه النظام السوري قتلت الشيخ معشوق الخزنوي، لا يجرؤ أن يقول أنا ما عندي مشكلة النظام السوري قتل والدي، ولكن الاتحاد الديمقراطي لم يقتل والدي، فما عندي مشكلة مع النظام الأوجلاني النظام الألداري، أنه أنا بروح وبجي أهلا وسهلا ونحن حبايب وبنبتسم وبنعمل شوية بروباغندا، بس مش هذا مش للنظام السوري، لا هذا يعني جماعة لها علاقة مع النظام مش بشكل مباشر. وصلت الفكرة؟ أتمنى ذلك. أو غيرها من بل أبارك أي علاقة بين الحزبين مع أي جهة دولية أو إقليمية من أجل إبراز القضية الدولية. هل هذا الحكم من ضمنه النظام السوري؟ سؤال موجه. هل تبارك يعني هو يقول بل أبارك أي علاقة من الحزبين مع أي جهة دولية أو إقليمية من أجل إبراز القضية الكردية، هل تبارك هذه العلاقة مع النظام السوري؟ سؤال بنعم أو بلا، مش ب5000 6000 كلمة دكتور مرشد، أرجوك أرجوك يعني، ويعني البلاغة في الإيجاز والاختصار، يعني نعم أو لا. لا تزعجني تلك العلاقة مع بريطانيا وأمريكا بقدر ما تزعجني علاقات الديمقراطي والعمال الكردستاني والاتحاد الكردستاني مع تركيا وسوريا والعراق وإيران. حيرتنا يا دكتور مرشد، الآن تقول أنا أبارك أي علاقة مع الحزبين مع أي جهة دولية أو إقليمية من أجل إبراز القضية الكردية، نقطة انتهى. أي جهة إقليمية، الجهات الإقليمية لا تقصد بها قبرص ولبنان والأردن والسعودية واليمن، خلونا نغير شوي، أنت لا تقصد بها أكيد هذه، إنما تقصد الدول الإقليمية القريبة، دول الطوق، دول التي تغتصب كردستان، تضطهد الشعب الكردي، لا تعارض من أجل إبراز يعني بالله عليك ما هي الفائدة القصوى لإبراز القضية الكردية من علاقة حزب العمال الكردستاني مع نظام حافظ الأسد وبشار الأسد ماضيا وحاضرا؟ بدك تقنعني أنه كان في جدوى لعلاقة عبد الله أوجلان مع نظام صدام حسين أو مع الخميني؟ هل في منطق بهذا الكلام؟ خليك عليه، خليك ثابت، لا تناقض نفسك يا دكتور مرشد، أنت يعني تناقض. والآن لا تزعجني تلك العلاقة مع بريطانيا وأمريكا بقدر ما تزعج الذي ينزعج العلاقة الديمقراطية الكردستاني والعمال الكردستاني والاتحاد الكردستاني مع تركيا وسوريا والعراق وإيران، والتي وقعت فيها الحركة السياسية الكردستانية بالإجماع بالإجماع. يعني اثبت على موقف، اثبت على رأي، وبالتالي فلست في وارد، لسه بيقول لي أنا لست في وارد، أنا لست في وارد. ارجعوا إلى هذا النص، إلى هذه المقالة، وكم مرة يقول لست في وارد ولست في وارد. خلاص فهمنا، ويا ريته يبقى ويرد ويستمر في الرد، وبالتالي فلست في وارد الرد على السيد ألدار خليل، وكأنه ألدار خليل بده يعلق له مش نقده، لا سلبا ولا إيجابا ولا نفيا ولا إثباتا من الناحية التاريخية. الآن ولا ما بيحكي من الناحية التاريخية، رأي ألدار خليل، خلوا على هاي النقطة، خلونا ركزوا، ما تنسوا هاي النقطة، غير أنني أعتب يعني على أن مثل هذه التصريحات الاتهامية يعرقل، يعني بدها شوي تظبيط، تعرقل القضية الكردية، هي تسيء للحوار الكردستاني بينهم ولا تخدم يعني أبدا، بدها شوية إعادة صياغة
يعني عربية الدكتور مرشد يعني مش أنا اللي بقول، يعني أنا علاقتي مقبولة مع اللغة العربية، لكن أي مراجع من حيث الصياغة يعني تعاني مما تعاني من على كل حال مش موضوعنا. يعني أنا كملحوظة صغيرة يعني أقولها. اثنين، الطريقة النقشبندية. ثالثا، الطريقة النقشبندية وبريطانيا. أنا أيضا، لا عفوا، أيضا فأنا غير معني بالرد، يعني في كمان خطأ مطبعي، بالرد على هذه القضية، لأنها ببساطة على هذه القضية لأنه ببساطة لست صوفيا ولا نقشبندية، نقطة انتهى، بس لا تناقش، خلاص أنا لست صوفيا ولا لا. بس الموضوع مش بالضرورة أنا مش صوفي ولا نقشبندي، لكن عندما أجد تطاولا على مولانا الشيخ خالد النقشبندي، يعني أقول وجهة نظري إنه أنا لست مع الطريقة النقشبندية، لكن هذا الكلام كذب، هذا الكلام افتراء. أنا لا أدافع، أنا أدافع عن فطرتي الإنسانية، إنه الناس ما تستغفلني، ما تستجهلني، مو تقول كلام. أنا أرفض الكلام الكذب عن أتاتورك. أتاتورك لديه ما لديه من الجرائم والفظائع، لكن أن يأتي واحد يفبرك لي كلمة يعني أو معلومة كاذبة عن أتاتورك، أنا أقول لا، هذا الكلام مش صحيح، هذا ليس عقد صلح وأبرام صلح مع مصطفى كمال أتاتورك. واحد يجي يقول كلام كذب عن أوجلان، وأنا أنتقد أوجلان حتى العظم، أنا سأقف عند المعلومة المفبركة غير الصحيحة أو غير الدقيقة، وأطالب السند. الشخص اللي يتهجم على أوجلان دون السند، هذا ما له علاقة أنه أنا منتمي ولا مش منتمي، أنا ما بعرف من مين. يعني هلا طالب في كلية الحقوق أو في كلية التاريخ أو في كلية الشريعة، واحد من أهل السنة والجماعة، ويرى تطاولا على الإمام جعفر الصادق أو على فاطمة أو على الحسن أو على علي بن أبي طالب، يعني سيكون مطالبا بالرد. لا، أنا لا أرد. ليش يا حبيبي، يا أستاذ، يا حجة، يا جحبذ، يا قطب، يا سماعة الشيخ الفلان؟ لا، أنا لست من 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 شيعة علي، أنا لست من الإمامية الجعفرية الاثني عشرية. يعني أحد مثلا يتطاول على الأباضية في عمان، لا أنا لا، الأباضية لديهم دولة ولديهم مؤسسات ولديهم كذا وكذا، أنا لن أدافع عنهم، رغم يعني يعلم حق اليقين أنه هذا تطاول، هذه المعلومة مش صحيحة، لا هؤلاء هذا ليس شأني. العلاقة مش علاقة انتماء، علاقة يعني توازن. الفطرة الإنسانية أنه ينبغي أن ترفض المنكر، أن مش حقي في الصمت وتفرج على المنكر وعلى الباطل وعلى الجهل وعلى الإفساد. لا، أنا لا أمتلك هذا، أنا بإمكاني أنه يعني أتهرب من إبداء المواقف بصيغة أقوى وأكثر رصانة وأكثر توازن من الصيغة التي أتى بها الدكتور مرشد الخزنوي. يعني شو بيقول؟ فأنا غير معني بالرد على في هذه القضية النقشبندية وبريطانيا، لست ببساطة لست صوفيا ولا نقشبنديا، ولا يعني أبدا أن أجدادي كانوا نقشبنديين، وما زالوا، لا أجدادي كما زالوا يعني نقشبنديين. أن أجبر على الدفاع عن النقشبندية فهذا غير صحيح، لا لا، أنا طالبتك، يعني ربما هذا خطأ مني، أنه أنا اعتبرتك حتى هذه اللحظة نقشبنديا، وأنت قلت أنا لست نقشبندي، خلاص انتهى الموضوع، انتهى الموضوع، أنا كنت مخطئ في هذه الجزئية. لكن حتى ولو لم تكن نقشبنديا، التطاول على النقشبندية مرفوض بغير سند، بغير برهان، فهو بهتان، والبهتان يعني شكل من أشكال الباطل الذي ينبغي أن نكون ضده، سواء كنا نقشبنديين أو لا،
سواء كنا خزنويين أو لا، سواء كنا برزانيين أو لا، أم لا. وصلت الفكرة؟ طيب الحمد لله. لست صوفيا ولا نقشبنديا، فهمنا والله فهمنا، لأنني أمتلك رؤية أخرى عن النقيض تماما من رؤية ونظرية التصوف وطريقة النقشبندية، وأنظر إلى الصوفية وطريقة النقشبندية من محورين. المهم بيحكي عن فهمه للتصوف النقشبندي، أما بخصوص ما ورد في مقابلة السيد آل دار خليل من التعميم بأن طريقة النقشبندية صناعة بريطانية أو مدعومة من بريطانيا لتميع التوجه القومي الكردستاني، فأجد أن هذا التعميم خاطئا وفيه تجنن. الله أكبر الله أكبر، ظهر الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. يراه تعميما بيعمم، هذا يعني فيما يعني إنه رأي آل دار خليل في جزء منه صحيح، لكن التعميم مرفوض. التعميم صناعة بريطانية وأنه مدعوم من بريطانيا لتمييع التوجه القومي الكردستاني، فأجد أن هذا التعميم خاطئ، كمان بيخطئه. ليش؟ وهو تجني على التاريخ، وبالرغم من قول السيد آل دار خليل أنه قد يكون المشايخ النقشبنديون لا يعرفون ذلك أو لا يدركون، لا يعني بعلم أو بغير علم، بجهل يعني، تورطوا في اللعبة الاستعمارية والبريطانية وكذا، يعني في هذا شيء من الانسجام والتقاطع مع آل دار خليل، مش مشكلة فلينسجم. المهم كلام آل دار خليل أيضا الآن في مقام الخطأ والتعميم والتجني. مين؟ الشيخ مرشد هو الذي يطلق هذه الأوصاف على آل دار خليل. أقول أن هذا التعميم خاطئ لأن التصوف وطريقة النقشبندية، هون بيقول أنا ما بدي دافع في البداية لأنه لست صوفيا ونقشبنديا، وتتذكروا مسألة التاريخ أنه أنا ما عندي الاطلاع فيما يتعلق بالأمور التاريخية في نشأة الديمقراطي الكردستاني، لا نفيا، لا أرد على آل دار، لا نفيا ولا تأكيدا، لا سلبا ولا إجابا. الآن هو يرد، هو يرد وينفي ويخطئ ويعتبره اتهام ويعتبره تجني. الاتهام والتجني وكل التوصيف والتعميم، كل هذه التوصيفات هي في مقام النظرة والموقف السلبي مش إيجابي. فحتى في هذا المعروض المقدمة والـ 1300 كلمة اللي التي أحيانا أنزلق إلى اللهجة العامية التي أتى بها الدكتور مرشد الخزنوي، فيها كم مهول من عدم الاستقرار والتناقض. يعني كلامه يناقض بعضه بعضا. أقول إن هذا التعميم خاطئ لأن التصوف وطريقة النقشبندية لا تمتلك منظومة ولا مبادئ ولا دستور يمكن محاكمة أصحاب كل طريقة وفقها، وإنما الأمر خاضع لسلطان شيخ الطريقة. يعني شوية كأنه احتمال يكون كلامك صحيح، فشيخ الطريقة هو القانون والدستور وهو فوق كل مبدأ، وبالتالي فالأمر يختلف من شيخ إلى آخر بالرغم من كل اشتراكاتهم في مسعى الطريقة النقشبندية. من هنا أجد أن التعميم الذي وقع فيه السيد آل دار خليل غير صحيح، الحمد لله. في التاريخ القديم والحاضر نقرأ ونجد أن بعض من هؤلاء المشايخ، هو هون يكرر ما أنا قلته يعني في بوستي وفي الفيديو اللي رديت تحديدا في الفيديو، على أنه رموز وأقطاب الطريقة النقشبندية من الكرد كانوا في صف المقاومة، كانوا في صف التحرر، كانوا ضد الظلم، ضد الإمبراطورية العثمانية، ضد السلطات المتعاقبة في بغداد، وضد الجمهورية التركية. هو يعيد يعني يكرر ما أنا قلته في الفيديو
الرد على ألدار خليل. مش مشكلة يعني، ما عندي التعصب في الموضوع. نقرأ مذا مشيخته مرتبطة بالاستعمار الغربي ومروجة لأفكاره وضد لحظة. ففي التاريخ القديم والمحاضر نقرأ والحاضر نقرأ ونجد أن بعض من هؤلاء المشايخ كانت لهم توجهات تحررية وضد المشاريع البريطانية والغربية عامة، في حين نجد ونقرأ نماذج أخرى وكانت الطريقة ومشيختها مرتبطة بالاستعمار الغربي ومروجة لأفكارها. شو هاي النماذج؟ أتمنى أن يعطيني نماذج، يعني أنا ما أعلمه من أقطاب الطريقة النقشبندية في أغلبها في جلها، إذا مش في كلها في جلها، ضمن المجتمع الكردستاني كانت ذات توجه تحرري قومي. أما المشايخ اللي إلهم علاقة بالاستعمار الغربي ومروجة لأفكاره، أنا ما بعرف، يا ريت هو يعطيني نماذج وأمثلة وأحداث وأماكن وتواريخ لكي أستفيد من علمه وثقافته ومعرفته ودرايته وإلمامه التاريخي بهذه التفصيلة والجزئية. في النموذج الأول من المشايخ كانوا يمتلكون نظرة ورؤية تحررية كشيخ عبيد الله النهري وكذا، المهم والشيخ خالد الشهرزوري المعروف بمولانا خالد. فالشيخ عبيد الله النهري بيحكي تفاصيل، هو قال انه ما راح يتناول الجانب التاريخي في كلامه كذا. المهم كمان بيجي بيحكي عن التفاصيل، يعني عائلة الخزنوي، يعني اللي كان لها موقف مناهض يعني للاحتلال الفرنسي، وحتى يعني على حد علمي إن لم تخني الذاكرة أحد شيوخ آل الخزنوي كان من ضمن مؤسسي جمعية خويبون التي تأسست في لبنان بحمدون في 1927. يعني إن لم يكن من ضمن المؤسسين فكان داعم لهذه الجمعية. ما هذا ما أعلمه، يعني إن كنت مخطئا فليصحح لي. بالمحصلة الدكتور من هنا، فإنني بعد كل الكلام غير معني بالرد إثباتا أو نفيا، بيكرر مرة ثانية، على السيد ألدار خليل، وإنما يؤخذ عليه التعميم. يعني فيما بعد رابعا رؤية التصوف، ضعوا التصوف تحت المجهر فهو تركيع للشعوب بشكل عام. طبعا في فيديوهات سابقة هو يرفض التعميم ويقول أنا مع التصوف الذي، ويشيد بمولانا عبد القادر الجيلاني وحتى يعني الكثير من أقطاب الصوفية النقشبندية، كأيضا مش بس القادرية. لكن في هذا الكلام الموضوع بين قوسين، ضعوا التصوف تحت المجهر فهو تركيع للشعوب. هذا أيضا حكم عام، حكم عام. أنا لا يمكن أن يعني أصنف محي الدين بن عربي أو الحلاج أو يعني شعراء متصوفة، شخصيات متصوفة، على أنه كانوا يسعون إلى تركيع الشعوب. أنا هذا حكم لا يمكنني إطلاقه، إنما دكتور مرشد يقول يعني ويأمرنا ضعوا التصوف تحت المجهر فهو تركيع للشعوب. هذا كلامه وليس كلامي. هذا الكلام أجد فيه تعميما يرفضه. عندما يرفض التعميم يعني لا تنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك فإن فعلت عظيم، يعني ينهى عن التعميم ويسقط في التعميم. بالمحصلة الفيديو الموجود في
اليوتيوب يعني فيديوهات يتحدث فيها عن موقفه الشيخ مرشد من التصوف، الكثير من هذه الأفكار وبشكل مطول موجودة في هذا المقال، والمقال أصل الأمر الموضوع ليس لكي نعرف هل الشيخ مرشد ما زال صوفيا نقشبندي أم لا، إن كان قد غير مذهبه إلى مذهب أو طريقة أخرى أم ولماذا، هذا خارج اهتمامنا، وأصلا لم يعني أذكره في معروض المنشور إطلاقا يعني، لكنه أسهب بشكل كثير فيما يستوجب الإيجاز وأوجز فيما يستوجب الإسهاب في الكثير من المواضيع. دكتور مرشد يعني ليس بإمكانهم تغيير التفاصيل أو حذفها، لأنه أنا ذكرت يعني أنا ذكرت وصورتها يعني، لا مقالة الدكتور مرشد بإمكانه يغيرها، لأنه النسخة الأصلية نزلتها وصورتها، والأخبار الثانية بعدين الشيخ مرشد بينزل على روجافا يعني يلقي محاضرة عن الوطنية والدين. شوف أنا معه في بعض التفاصيل، أنه النظم الاستبدادية بشكل أو بآخر استخدمت رجال الدين بشكل عام واستخدمت الطرق الصوفية بشكل خاص، هذا صحيح، مثلما الآن عندما نظام آل دار خليل الاستبدادي يستخدم الشيخ مرشد كرجل دين وكداعية لأغراض الدعاية والبروباغاندا السياسية. أتمنى أن لا يفهم أنه وقولا واحدا يعني، ولا لست بحاجة لكي أقسم أنه هذا الفيديو والبوست السابق ليس الهدف منه استهداف الشيخ مرشد في شخصه أو في مقامه، إنما الرد عليه كلامه يؤخذ به ويرد عليه، وأنا أرد بشكل واضح وصريح ومسند يعني إلى حديث نبوي، إلى آية قرآنية، إلى معلومات تاريخية، إلى تحليل سياسي واجتهاد شخصي. أبدا ليس الهدف من ذلك هو يعني استهدافه، كما هو يعني لا أستطيع أن أكون في مقامه عندما استهدفني بشكل يعني جردني من الثقافة والعلم والمعرفة والإلمام بالسياسة وكلها، و يعني كلامه واضح ولن أكرره، أنا لن أقول عنه هذا يعني ما قاله عني لا نصفه ولا ربعه، لكن أرد عليه، ولا شك داعية ورجل دين ومثقف ورجل علم، إن هو وصفني بالجهل فيعني لا حرج علي باعتباري جاهلا بحكم يعني تقييمه وتوصيفه، لكن الحجة عليه حكم أنه هو رجل دين وعلامة وشيخ ودكتور ويعني بمجموعة لا تنتهي من الأنواط والنياشين والألقاب والأوصاف، مش مشكلة يعني، ليست لدي مشكلة. دكتور مرشد محل تقدير واحترام بنفس القدر الذي يحترم به نفسه ومقامه ومقام والده وعقول الناس. آسف جدا على الإطالة، لكن في تقديري كان ينبغي علي قول ما قلته الآن، ورأيي خاطئ يقبل الصواب، ورأي الدكتور مرشد فيه الكثير من الخطأ وفيه القليل الذي يقبل الصواب. تحياتي ودمتم بخير.